الامور المباحه اللي فيها معنى الاسراف واللي لا ينبغي على المسلم ان هو يتجاوز حد التوسط والاعتدال فيها، زي الطعام، زي الشراب، زي مثلا الملبس، دي امور مباحات. والانسان من يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكان بين ذلك قواما يعني الحد الاعتدال اللي الشريعه الاسلاميه امرت الانسان ان هو يسرف فيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما منعناش ان احنا ننفق اموالنا، ولم يمنعنا من الاسراف من صرف اموالنا في ان احنا يعني نشتري المباح لينا، ولكن جعل لينا الحد الاعتدال اللي احنا يعني ننتفع بهذه النعمه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا بحد الاعتدال او التوسط قال لنا نعمل ايه طيب في الامور المباحه؟ احنا نلبس طبعا نلبس ونشتري اللي احنا عايزينه بالمال في قدر الاحتياج. علشان كده في ضوابط دايما احنا بنقوله لعدم الاسراف. ايه هو؟ ان هو انا اشوف الحاجه بتاعتي واقدر المال اللي معايا واشتري بقدر الحاجه اللي انا عاوزها. يعني عايزه تقولي لي ان انا احدد ايه هي الضروريات بتاعتي وارتب اولوياتي واشوف بالزبط. المال ده هيقدر ان انا اقضي بيه ايه من الضروريات بالزبط. دي ده فقه ترتيب الاولويات. وده المهم كمان ان انا ابقى عارف ان انا عندي ضروريات وعندي حاجيات وعندي تحسينيات. الضروريات اولى في فقه الاولويات ان انا اتناولها وارتب اولوياتي بناء عليها، وبعدين اتناول الحاجيات. ده مهم. وبعدين والله لو انا يعني في سعه من المال، ربنا سبحانه وتعالى قال حتى في النفقه الواجبه على زوج لينفق ذو سعه من سعته. فعلشان كده لينفق ذو سعه من سعته، يعني لو في سعه ربنا سبحانه وتعالى ما منعناش ان احنا نوسع ويكون في سعه من المال، ولكن بدون مجاوزه الحد اللي هي بتخرجني باقي الى ان انا اقع في معنى الاسراف. طيب يعني هنا انا ممكن بختلف شويه على فكره الحد. ما هو الحد بتاعي غير الحد بتاعي بالزبط. غير الحد بتاع غيري بالزبط. فانا ازاي اقدر احدد ان دي ضروريات بالنسبه لي ممكن غيري يكون شايفني انا مسرف فيها؟ فهنا المعيار بيكون صعب. صح. عشان كده احنا قلنا ان في ضوابط محدد. الضابط ده هو ايه؟ هو ان انا عارف ايه هو الاحتياج بالنسبه ليا انا، واحتياج كل انسان يختلف عن الانسان الاخر. يعني مثلا فلان ده له مثلا طبيعه عمل بتستوجب عليه ان هو ينوع في مثلا في مظهره الخارجي ويبقى لبسه بطريقه معينه. فالموضوع نسبي. فالموضوع نسبي طبعا. طيب.